عملت في نفسي اكتر من كده. قطعت شعري وضربت دماغي في الحيطه وفي الارض، شرحت جسمي بضوافري. بس عايزاكي تبقي عارفه ان دخول سكه المخدرات سهل قوي، الخروج منه صعب، بيحتاج اراده. هو انا ممكن اخد موبايلك واعمل مكالمه سريعه؟ مكالمه واحده بس. كلمي حد بقى وتقولي له تعالى خرجني من هنا. لا 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 صدقيني، لا لا مش هعمل كده صدقيني. انا عملت كده يا فرح، انا كنت بقف قدام الشباك واقعد اصرخ واقول لهم خرجوني من هنا، بس الحمد لله انا محدش خرجني غير لما اتعالجت. هو انت ليه دايما عايزه تحسسيني انك انت احسن واحده في الكون، وان انت احسن مني، وان انت ست الفاهمه العاقله الواعيه؟ ما خلاص يا ستي، ما خلاص فهمنا انك انت اجمد واحده في الكون، عرفنا يا حبيبتي. حبيبتك في عينك، حلي عن دماغي عشان انا مش ناقصاكي. لا يا فرح، مش هحل عن دماغي غير لما تتعالجي، وهفضل معاكي للنهايه. وانا مش عايزاكي، وانا مش عايزه اي حد جنبي. انا قررت ان انا ما اتعالجش، انا هخرج من هنا. انت لو خرجتي من هنا من غير ما تتعالجي هتضيعي يا ستي. وانت مالك، انت مالك؟ انا مش عايزه حد جنبي. بقول لك ايه، انا مش عايزه اشوف وشك تاني، ارتاحي بقى. عايزه الديلر؟ ها الديلر لو صامك على اي حاجه تديها له. ليه يا بت؟ هو انت شايفاني رخيصه زيك؟ كنت رخيصه بس عقلت، لكن انت مش عايزه تعقلي. انت فاكره ان في حد محترم هيتجوز واحده شمامه؟ فاكره نفسك هتتجوزي دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا اي حد ابن ناس؟ اخرك هتتجوزي شمام زيك.